تتمت رواية الإخوة كارامازوف للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي. الفصل الخامس: ما للأمر وما عليه. الخطوبة. إن السيدة خوخلاكوفا هي التي استقبلت أليوتشا من جديد في الدهليز كانت تبدو منهكة جدا، فقد وقع حادث خطير. إن نوبة الهستيريا التي أصابت كاترينا إيفانوفنا قد انتهت إلى إغماء عقبه ضعف فظيع وإعياء رهيب. لقد ركضت كاترينا إيفانوفنا وأغمضت عينيها وأخذت تهدي وارتفعت حرارتها، واستدعي الدكتور هيرتيس تشويي والعمتين، فوصلت العمتان ولكن الطبيب تأخر وصوله. الجميع محتشدون الآن في غرفتها، إنهم ينتظرون قلقين خائفين ما عسى يحدث. إنها في غيبوبة، آمل أن لا تكون قد أصابتها حمى دماغية. كانت هيئة السيدة خوخلاكوفا تدل على ذعر حق، فهي تصيح في كل لحظة قائلة لأليوتشا من أجل أن تطلعه على الواقع. الأمر في هذه المرة خطير، خطير جدا، كأن كل شيء جرى حتى ذلك الحين لم يكن خطيرا. كان أليوتشا يصغي إليها بمرارة، أراد أن ينهي إليها نتيجة المساعي التي قام بها، ولكنها كانت تقاطعه منذ أن ينطق بأول كلمة قائلة له: ليس الآن، إن وقتها لا يتسع للاستماع إليه. وطلبت منه أن يتفضل فينتظر عند ليزا، واعدة إياه أن تلحق به فيما بعد. قالت له بما يشبه الهمس في أذنه مغضبة بسر: تصور يا عزيزي أليكسي فيدوروفيتش، لقد أدهشتني ليزا أشد الدهشة منذ قليل، ولكنها تبلغ من التأثير على قلبي أنني أغفر لها راضيا. ما إن خرجت أنت حتى استبدت بها ندامة صادقة جدا، لأن فيما تزعم قد سخرت منك أمس واليوم. الحقيقة أنها لم تكن تسخر، فأنا أعرفها، وإنما هي مزحة. ومع ذلك فقد بلغت من الأسف العميق أنها أوشكت أن تبكي، فما في وسعي إلا أن أصاب بالدهشة. لم يتفق لها أن ندمت يوما حتى كانت تسخر مني سخرية لا خبث فيها. على كل حال، وهي تسخر مني بغير انقطاع كما تعلم. أما الآن فالأمر خطير، لقد أصبح كل شيء خطير. إنها تحرص كثيرا على رأيك يا أليكسي فيدوروفيتش، وما ينبغي لك أن تؤاخذها أو أن تستاء منها. أنا شخصيا أتساهل معها وأرأف بها لأنها ذكية جدا. ليتك تعلم كم هي لطيفة وذكية، ولقد ذكرت لي منذ هنيها أنك كنت صديق طفولتها، أنك كنت صديق طفولتها الأكثر شأنا، الصديق الأكثر شأنا، هل تعلم؟ وهل تفهم؟ فأين مكاني أنا من نفسها إذن؟ إن لها في هذا المجال عواطف عميقة وذكريات حية، وهناك خاصة تلك العبارات وتلك الكلمات التي تجيد استعمالها، تلك التراكيب التي لا يتوقعها المرء، ذلك يخرج من فمها فجأة ارتجالا. قصة الصنوبر تلك. لقد كان في حديقتنا شجرة صنوبر أيام كانت ليزا صغيرة جدا. أحسب أن هذه الشجرة ما تزال موجودة إلى الآن، فما ينبغي أن نتحدث عنها بصيغة الفعل الماضي. ليس الأشجار بشرا يا أليكسي فيدوروفيتش، إنها لا تتغير مدة طويلة. قالت ليزا منذ أيام: ماما، إنني أتذكر شجرة الصنوبر، هذه كأنها حلم، أي سوسنا كاك سوسنا. الحق أنها قالت لي ذلك بطريقة أخرى، نسيت الآن كيف قالت لي ذلك. المهم أن كلمة الصنوبر كلمة سخيفة في ذاتها، ولكن ليزا بلغت من الطرافة والأصالة في لفظها أنني لا أستطيع أن أقلدها. ثم إن هذا كله قد خرج من رأسي، والآن إلى اللقاء. إن هذه الأحداث قد قلبت نفسي رأسا على عقب، حتى لا أخشى أن تذهب بعقلي. لقد أوشكت يا عزيزي أليكسي فيدوروفيتش أن أجن مرتين في حياتي، فاضطروا إلى معالجتي. اذهب إلى ليزا
وواسها كما تجيد أنت ذلك أيما إجادة. ثم صرخت تنادي ليزا وهي تقترب من الباب: ليزا، جئتك بأليكسي فيدوروفيتش الذي تظنين أنك أسأت إليه إساءة كبرى. إنه غير غاضب منك ولا يشعر برغبة في عتابه عليك، أؤكد لك ذلك، بل إنه لا يدهشه أن يكون قد خطر ببالك هذا الخاطر. شكرا ماما، أدخل يا أليكسي فيدوروفيتش. دخل أليوتشا الغرفة. إن ليزا تبدو مضطربة اضطرابا شديدا، تشعر بخجل قوي، فقد احمر وجهها فجأة حتى الأذنين. كان واضحا أنها تشعر بشيء من الخزي، وكما يحدث دائما في مثل هذه الحالة طفقت تتحدث في أمور لا شأن لها في نظرها، متظاهرة بأنها مهتمة بها في هذه اللحظة اهتماما كبيرا، وقالت: حدثتني أمي منذ برهة يا أليكسي فيدوروفيتش عن 200 روبل وعن المهمة التي كلفت بها لدى ذلك الضابط المسكين، وقد وصفت لي الإهانة الفظيعة التي ألحقت به، رغم أن أمي لا تحسن سرد قصة من القصص، وإنما هي تخلط الأمور بعضها ببعض وتسقط في جميع الأحيان تفاصيل هامة. لقد تأثرت تأثرا شديدا وبكيت، فقل لي الآن، هل أعطيته المبلغ؟ وكيف تصرف هذا الإنسان الشقي المعذب؟ أجاب أليوتشا متظاهرا هو أيضا بأن إخفاقه في إعطاء النقود هو ما يشغل باله. المشكلة هي أنني لم أعطه المبلغ، تلك قصة طويلة. وأدركت ليزا مع ذلك أنه يشيح بعينيه في ضيق وحرج، ويحاول مثلما كان يحاول أن يتحدث في أمور ليست بذات بال. وجلس أليوتشا قرب المائدة وأخذ يروي الحكاية، فما إن قال بضع كلمات حتى زال ارتباكه تماما، وحتى أسر انتباه ليزا. كان يتكلم وهو تحت وطأة الانفعال الذي ما يزال قويا في نفسه، والتأثير الهائل الذي تركه الحادث القارب فيه، وقد عرف كيف يروي القصة رواية أمينة صادقة جذابة أخادة. كان قد اعتاد في الماضي بموسكو أن يجيء إلى ليزا أيام أن كانت ما تزال طفلة صغيرة، فيقص عليها حادثا وقع له منذ وقت قصير، أو يحدثها عن قراءاته، أو يثير أمامها ذكرا من ذكريات سنية تعود إلى سنينه الأولى. كان يتفق لهما في كثير من الأحيان أن يلفق أحلاما مشتركة، أو أن يخترع حكايات هي في الغالب مضحكة خيالية غريبة. وها هما يستعدان الآن إلى جو موسكو، ويشعران في نفسيهما باستيقاظ لمناخ الحياة الذي قضياه هناك قبل سنتين. اضطربت ليزا من رواية هذه القصة اضطرابا قويا. لقد عرف أليوتشا كيف يرسم للصبي إليوتشا صورة حارة، فلما فرغ من سرد جميع تفاصيل المشهد ووصف كيف داس ذلك الرجل المسكين الورقتين النقديتين، هتفت ليزا تقول وقد استبد بها انفعال عنيف: ألم تعطه المال إذن؟ أتركته يتصرف؟ أوه يا رب، كان عليك أن تلحق به وأن تدركه وتتكلم معه. لا يا ليزا، لقد كنت هناك وتذكرتك، وكنت على حق، ولقد كنت على حق حين لم أحاول أن أدركه، ذلك أفضل. قال أليوتشا ذلك وهو ينهض من كرسيه وأخذ مهموما في الغرفة. هذا أفضل، كيف يكون ذلك أفضل؟ لسوف يهلكون الآن فقرا، لن يهلكوا، لأن هاتين 200 روبلات ستصلهما على كل حال، سيقبلها في الغد حتما. ثم تابع كلامه يقول وهو ما يزال يسير في الغرفة مطرقا مفكرا: نعم، لن يعارض في الغد، هذا أكيد. ولم يلبث أن توقف فجأة أمامها فقال: لقد ارتكبت خطأ، ولكن هذا الخطأ ستكون له ثمرات طيبة. أي خطأ؟ ولماذا تتصور أنه ستكون له ثمرات طيبة؟
اسمعي، إن هذا الرجل له طبع ضعيف وجل، لقد أرهقه القدر، ولكن له قلب طيب. حاولت أن أفهم لماذا شعر فجأة بأنه أهين، فأخذ يدوس هاتين الورقتين النقديتين، ذلك أنه كان هو نفسه يجهل حتى آخر لحظة أنه سينصرف ويتصرف هذا التصرف. ثقي بهذا، وأحسب أنني أستشف الآن الأسباب الكثيرة التي جعلت شعوره يجرح، وكان ذلك أمرا لا بد منه. هكذا فهو أولا قد أسرف في إظهار ابتهاجه بهذا المال أمامي، ولم يخفي سعادته في اللحظة الأولى، فلا بد أنه شعر بعد ذلك بذل من استجابته تلك التي لم يستطع أن يسيطر عليها. فلو أنه اختبط اختباطا أقل، لو أنه امتنع عن إظهار هذا الاختباط، لو أنه اصطنع أوضاعا واتخذ مظاهرا كما يفعل كثير من الناس لأخذ المال، لقبل الوضع بسهولة أكبر، ولما رفض هذه المساعدة. لقد أسرف في الصدق والإخلاص، وذلك هو ما يجرح شعوره. آهن يا ليزا، إنه إنسان طيب صادق، وهذا يصعب الأمور دائما في مثل هذه الأحوال. لقد كان طوال مدة حديثنا يتكلم بصوت ضعيف مرهق مكدود متعجل، وكان يضحك ضحكة صغيرة أيضا، يضحك أو يبكي. لقد كانت ضحكاته أقرب إلى البكاء، كان يبكي حماسة. حدثني عن ابنتيه، عن الوظيفة التي عرضت عليه في مدينة أخرى. لقد فتح لي قلبه وأسر لي بذات نفسه، وأفاض في الإفصاح عن عواطفه، فما لبث بعد ذلك أن شعر من ذلك بخزي وعار. ثم إذا هو يشعر نحوي بكره، على حين فجأة، إن واحدا من أولئك الناس المساكين الذين يسرفون في الإحساس بالخجل والعار، لقد شعر بالذل من أنه سارع يعدني صديقا، وأنه استسلم لي بغير مقاومة. في بيته كان قد هددني وتوعدني تقريبا، ثم ها هو دا حين تلقى المال يسارع فيوشك أن يرتمي على عنقي. لقد ود لو يعانقني، وكان بواسطة يداه يلامسني في كل لحظة. فلهذه الأسباب جميعا أحس أنه أذل وأدل نفسه أمامي، ومما زاد الطين بلة أنني ارتكبت تلك الخطيئة، أنني اقترفت تلك الغلطة الخطيرة. لقد صرحت له فجأة بأنه سيمنح مزيدا من المال إذا كان ما يملكه لا يكفيه للهجرة إلى مدينة أخرى، حتى لقد عرضت عليه أن أساهم أنا في ذلك بمالي إسهاما كبيرا. ذلك ما فاجأه، لقد تساءل لماذا أقحم نفسي في مساعدته أنا أيضا. يجب أن تعلمي يا ليزا أن المذلين أمثاله لا يحبون أن يعتبر جميع الناس أنفسهم محسنين إليهم. سمعت هذا الرأي كثيرا، ولا سيما من الشيخ زوسيما. لا أعرف كيف أوضح هذه الحقيقة، ولكن أتيح لي أن ألاحظها بنفسي مرارا، ثم إنني لو كنت في مكانهم لكان ردي كردهم. أشعر بذلك في ذات نفسي. يجب أن نتصور خاصة أنه رغم جهله حتى آخر لحظة بأنه سيدوس المال أخيرا، كان يشعر بذلك شعورا غامضا مبهما، هذا أكيد. ولم تكن حماسته فائضة ذلك الفيض كله، إلا لأنه كان يحس هذا الإحساس الغامض. على كل حال، مهما تكون هذه الخاتمة داعية إلى الأسف والحسرة، فما ينبغي أن نقلق منها، بل إنني لعلي يقين بأن ما حدث كان من الأفضل أن يحدث، وأن الأمور هي الآن على خير ما يرام. لماذا ليس هناك ما هو أفضل منه؟ لماذا؟ كذلك هتفت ليزا وهي تلقي على أليوتشا نظرة دهشة. فقال أليوتشا: لو أنه لم يدس الورقتين النقديتين بقدميه، لو أنه أخذ المال، إذن لظل يبكي في بيته من الذل بعد ساعة أو ساعتين. ذلك أمر محتوم، ولا شعر بندم على ما فعله، ولا جاءني مع الغد حانقا ساخطا ليرمي بهما في وجهي أو ليدوسهما بقدميه كما فعل منذ قليل.
أما وقد صنع ما صنع فسيشعر بعد الآن بالكرامة والكبرياء والظفر، رغم علمه بأنه قد ضيع نفسه بفعلته. يترتب على ذلك أنه لن يكون هناك شيء أسهل من رده إلى قبول هاتين المئتي من الروبلات في الغد، ما دام قد برهن على تمسكه بالشرف برفضه المال ودوسه. ذلك أنه حين أخذ يدوس الورقتين بقدميه لم يكن يتنبأ أنني سأردهما إليه في الغداة من جديد، وهو في حاجة رهيبة إلى هذه المساعدة المالية. ومهما يبلغ من الشعور بالكبرياء فإنه سيظل يفكر طوال النهار في المعونة الكبيرة التي فقدها، وسيكون أمره في الليل أدهى، فإن الندم والحسرة سيقضان مضجعه وسيعذبانه في أحلامه. فما أن يطلع الصبح حتى يكون ميالا إلى المجيء إلي معتذرا، وفي تلك اللحظة إنما سأذهب إليه أنا فأقول له معترفا: أنت إنسان كريم وشهم وقد برهنت لي على ذلك، فاقبل الآن هذا المال واغفر لي واعف عني، وسوف يقبل المال عندئذ، ما في ذلك ريب. نطق أليوتشا هذه الكلمات الأخيرة وهو فيما يبدو في حالة تشبه النشوة، وصفقت ليزا يديها إحداهما بالأخرى وقالت: هذا صحيح جدا، هذا واضح جدا، فهمت كل شيء فهما تاما. أوه أليوتشا، كيف تستطيع أن تعرف هذه الأشياء وما تزال في ريعان الشباب ثم تدرك ما يجري في النفس الإنسانية؟ هذا الإدراك العميق، ما كان لي أنا أن أستطيع ذلك. تبع أليوتشا كلامه يقول وهو في غمرة الحماسة: الأمر الأساسي الآن هو أن نقنعه بأننا سنعامله على قدم المساواة، رغم أنه يقبل أخذ المال منا. يجب أن يشعر بأننا لا نعامله على قدم المساواة وحسب، بل على قدم التفوق أيضا. على قدم التفوق، هذا تعبير رائع يا أليكسي فيدوروفيتش، ولكن هل شرحت لي؟ أقصد، الحق أنني لم أحسن الإفصاح. لا، ليس الأمر أمر التفوق، ولكن سيان، طبعا سيان، أنت على حق. اغفر لي يا أليوتشا، يا عزيزي أليوتشا، لقد كنت حتى الآن لا أكاد أحترمك كثيرا، هل تعلم؟ أقصد، كنت أحترمك ولكن على قدم المساواة، أما بعد الآن فسأحترمك على قدم التفوق. أردفت تقول فورا بحرارة: لا تؤاخذني يا صديقي العزيز، إذا أنا تفكهت وتنذرت قليلا، أنا فتاة صغيرة تحب أن تضحك، ولكن أنت قل لي يا أليكسي فيدوروفيتش، ألا تظن أن في استدلالاتنا، أو قل في استدلالاتك أنت لا في استدلالاتنا نحن، شيئا من الاستخفاف بهذا المسكين، شيئا من الاحتقار له؟ ألا نضع أنفسنا فوقه بتشريح عواطفه هذا وباقتناعنا منذ الآن بأنه سيقبل أخذ المال؟ فأجاب أليوتشا بلهجة جازمة كأنه كان ينتظر هذا السؤال: لا يا ليزا، ليس في هذا شيء من احتقار البتة، لقد ألقيت على نفسي هذا السؤال ذاته وأنا عائد إلى هنا، فكري قليلا كيف يمكننا أن نحتقره ونحن جميعا مثله، كيف يمكننا أن نحتقره والبشر جميعا مثله؟ ذلك أننا لسنا خيرا من هذا المسكين، وهبينا خيرا من هذا المسكين الآن، فإننا لن نبقى خيرا منه إذا وضعنا في ظرف كالظرف الذي هو فيه. لا أستطيع أن أقطع برأيي فيما يتصل بك أنت يا ليزا، ولكنني على يقين من أن نفسي صغيرة في كثير من النواحي، أما ذلك الضابط فليست نفسه صغيرة، بل بالعكس مرهفة جدا. لا يا ليزا، صدقيني، ليس في موقفنا هذا أي احتقار ولا ازدراء. هل تعرفين ماذا علمني شبابي مرة؟ قال: يجب أن تعامل أكثر الناس معاملتك لأطفال، وأن تعامل بعض الناس معاملتك لمرضى. قل لي يا أليكسي فيدوروفيتش، قل لي يا صديقي، ما رأيك في أن نتندر وأن ننذر نفسينا أنا وأنت للاهتمام بالناس كما لو كانوا مرضى؟
أوافق يا ليزا، أتمنى ولكنني لست متأهبا بعد لكل هذا، إن صبري ينفذ في بعض الأحيان فأضيق ذرعا، وفي أحيان أخرى أراني غائبا فما ألاحظ شيئا. أما أنت فشأنك شأن آخر، لا أصدق من هذا الكلام شيئا. آه يا أليكسي فيدوروفيتش، ما أعظم سعادتي، ما أحلى أن أسمعك تقول. ثم صمتت. أليكسي فيدوروفيتش، أنت طيب طيبة خارقة، ولكنك تتصرف في بعض اللحظات كمتحلق، ومع ذلك في واقع الأمر فلست كذلك أيضا. اقترب من الباب في رفق وهدوء وتأكد من أن ماما ليست تتنصت علينا كذلك، أضافت ليزا تقول بهمس سريع عصبي. فاتجه أليوتشا نحو الباب فشقه قليلا ثم عاد فقال إن أحدا لا يتجسس عليهما. وتابعت ليزا كلامها تقول وهي تزداد احمرارا، اقترب مني يا أليوتشا مزيدا من الاقتراب، هاتي يدك، هكذا يجب أن أبوح لك بسر كبير، إن الرسالة التي بعثت بها أمس لم تكن مزاحا بل جد. قالت ذلك وغطت عينيها بيديها، كان واضحا أنها تشعر في هذا الاعتراف بحياء شديد. وفجأة أمسكت يد أليوتشا فلتمتها 3 مرات بعنف وقوة وحرارة. هتف أليوتشا يقول، أوه ليزا حسن منك هذا، ولقد كنت مقتنعا كل الاقتناع بأنك كنت جادة في رسالتك. كنت مقتنعا؟ أهذا كلام؟ قال ذلك وأقصت عنها يد أليوتشا ولكن دون أن تتركها، وقد احمر وجهها احمرارا شديدا مرة أخرى وضحكت ضحكة خفيفة سعيدة. ألتم يده فيقول، حسن منك هذا، على أن هذا اللوم كان لا يخلو من ظلم. فلقد كان أليوتشا يشعر باضطراب شديد هو أيضا، تمتم يقول بخراقة وهو يحمر أيضا، لشد ما أحب أن أرضيك يا ليزا، ولكنني لا أعرف كيف أصل لهذا ولا كيف أتدبره. أليوتشا عزيزي، أنت فاتر ووقح، أليس هذا ما يمكن أن يتصوره المرء؟ لقد تفضلت فاخترتني زوجة، ثم ما هو ذا هادئ النفس؟ كان مقتنعا بأنني جادة في رسالتي، لا مؤاخذة عليه، ولكن هذه وقاحة وقاحة. سألها أليوتشا ضاحكا، أكان عيبا إلى هذا الحد إذن أنني كنت مقتنعا بذلك؟ فقالت له ليزا وهي تلقي عليه نظرة حنونة رقيقة سعيدة، أوه أليوتشا بالعكس، كان ذلك منك حسنا جدا، حسنا جدا جدا. وكان أليوتشا ما يزال ممسكا يدها بيده، فما هي إلا لحظة حتى مال عليها فجأة فقبلها في فمها. هتفت ليزا تسأله، ما هذا أيضا؟ ماذا دهاك؟ كان أليوتشا قد اندهل تماما فقال، اغفري لي إن كنت قد أخطأت، لعلني حقا، إنها لحماقة رهيبة، لقد أخذت علي أنني بارد لذلك قبلتك، ولكنني أدرك الآن أن هذا كان حماقة مني. انفجرت ليزا ضاحكة وأخفت وجهها بيديها، ثم لم تملك أن تمنع نفسها من أن تقول له من خلال ضحكها، وأنت في مسرح الراهب. ثم توقفت عن الضحك فجأة، ثم اتخذ وجهها هيئة رصينة بل قاسية أيضا. إن علينا أن ننتظر قليلا فيما يتعلق بالقبولات يا أليوتشا، نحن لا نعرف حتى الآن كيف نفعل ذلك، لا أنا ولا أنت، لابد لنا أن ننتظر زمنا طويلا أيضا. بهذا ختمت كلامها فجأة، ثم أردفت بعد قائلة، ولكن اشرح لي، ما الذي حملك على أن تختار بلهاء حقيرة مثلي؟ هي فوق ذلك كسيحة، في حين أنك على هذا الجانب العظيم من الذكاء والتعقل والفطنة. أوه أليوتشا، أنا سعيدة جدا لأنني لا أستحقك أبدا. لا تقولي مثل هذا الكلام يا ليزا،
سوف أترك الديرة تماما بعد بضعة أيام، فإذا عشت في الدنيا فسيكون علي أن أتزوج، أنا أعرف ذلك، ثم إنه هو الذي أمرني بهذا، فأين عسى أجد امرأة خيرا منك؟ من عسى يريدني سواك؟ لقد فكرت في كل شيء. أنت أولا تعرفينني منذ الطفولة، وأنت ثانيا تملكين مزايا كثيرة لا أملكها، نفسك أقرب إلى المراحم من نفسي، وأنت خاصة أكثر براءة مني، فأنا قد عرفت حتى الآن أشياء كثيرة. أوه، أنت لا تعلمين هذا، أنا أيضا كارامازوف. أي ضير في أن تضحكي وأن تمزحي دائما وأن تسخري حتى مني؟ بالعكس، اسخري ما شاء لك هواك أن تسخري، إنني لأسعد بهذا. إنك تضحكين كطفلة صغيرة، إنك شهيدة. شهيدة؟ ماذا تريد أن تقول؟ نعم يا ليزا، انظري مثلا في ذلك السؤال الذي ألقيته منذ لحظات حين قلت أليس في نفسنا شيء من احتقار لذلك الضابط المسكين الذي نشرح قلبه؟ تلك فكرة جديرة بالشهداء يا ليزا. لست أعرف كيف أفصح عما أريد أن أقول، غير أن من يشعر بمثل هذه الأنواع من القلق قادر في رأيي على أن يتألم كثيرا. لا شك أنك قلبت معاني كثيرة وأنت قاعدة على هذا الكرسي، قالت ليزا بصوت أوهنته السعادة. أليوتشا، ناولني يدك. لماذا تسحبها دائما؟ قل لي يا أليوتشا، أي زي تنوي أن ترتدي حين تترك الدير؟ لا تضحك ولا تغضب، ذلك أن هذا الأمر يهمني كثيرا. لم أفكر بعد في الزي الذي سأرتديه يا ليزا، ولكنني أريد أن أرتدي ما يرضيك. فقالت ليزا، أحب أن ترتدي سترة من مخمل أزرق قاتم، وصديرة من بيكي البيضاء، وقبعة رمادية من جوخ طري. قل لي الحقيقة، هل صدقت في مساء أمس أنني لا أحبك حين تنكرت لرسالتي، أليس كذلك؟ لا، لم أصدق. أوه، ألا إن لغتي لا سبيل إلى إصلاحها. إنك لا تطاق ولا تحتمل، هل تعلم ذلك؟ كنت أعرف أنك تحبني، ولكنني تظاهرت بأنني أعتقد بأنك لا تحبينني، وذلك لأجعلك أكثر ارتياحا. هذا شر وأدهى، ولكن لا، هذا أدهى وأفضل معا في آن. إنني أحبك حبا رهيبا يا أليوتشا، قلت لنفسي في هذا الصباح وأنا أنتظر زيارتك، سأطلب منه مرة ثانية أن يرد إلي رسالتي. فإذا أخرجها من جيبه بلا مقاومة فمدها إلي كما يمكن توقع ذلك منه، فإنه يكون فتى أبلها لا يحبني إطلاقا، ولا يشعر بشيء، ولا يستحق حبي، وأكون أنا قد هلكت، غير أنك تركت الرسالة في الدير. فرد إلي شيئا من شجاعتي، إنك لم تحملها لأنك كنت تحس سلفا أنني قد أطلبها منك، وأنت لا تريد أن تردها، أليس كذلك؟ قل نعم. أوهين يا ليزا، كلا، الرسالة معي الآن، ولقد كانت معي من قبل، هي هنا في هذا الجيب، انظري. قال أليوتشا ذلك وأخرج الرسالة من جيبه ضاحكا وأظهرها من بعيد، ثم أضاف، اعلمي مع ذلك أنني لن أردها إليك، انظري إليها من بعيد. كيف هذا؟ أكذبت إذن حين طلبتك بها؟ أتكذب وأنت راهب؟ فقال أليوتشا، نعم أكذب، وهو يضحك مسلما باتهامها. لقد أبيت أن أقول الحقيقة حتى لا أرد إليك الرسالة، ثم أضاف يقول بانفعال شديد وقد احمر وجهه من جديد، هذه الرسالة عزيزة علي إلى أقصى حد، سأحتفظ بها ما حييت، ولن يستطيع أحد أن ينتزعها مني. كانت ليزا شاخصة إليه ببصرها مأخوذة مفتونة، ثم قالت له هامسة، أليوتشا هيا انظر، ألا تنصت علينا ماما وراء الباب؟ طيب يا ليزا، سأنظر ما دمت تريدين ذلك، ولكن أليس الأفضل أن لا نحاول التثبت من هذا؟ لماذا نظن في أمك هذا الظن؟
لماذا نتصور أنها يمكن أن ترتكب سماجة كهذه؟ فقالت ليزا مستاءة وقد احمر وجهها احمرارا شديدا: أي سماجة؟ فيما الكلام عن السماجة؟ هل من السماجة أن تراقب أم ابنتها وأن تحاول سماع أحاديثها؟ إن من واجب الأم أن تفعل هذا مع ابنتها، وليس في عملها ذلك أي إخلال بقواعد اللياقة وأصول الأدب. كن على يقين يا أليكسي فيدوروفيتش من أنني حين سيكون لي ابنة أنا أيضا فلن يفوتني أن أتجسس عليها في كل مناسبة، صحيح؟ ولكن هذا شر يا ليزا. لماذا يكون هذا شر؟ أي ضير فيه؟ لو قد تجسست هذا التجسس على حديث عادي يجري في المجتمع، إذن لكان ذلك مني حقارة بدون ريب. أما هنا فالأمر مختلف كل الاختلاف. فتاة مختلية بشاب: اسمع يا أليوتشا، أحب أن أقول لك منذ الآن إنني سأراقبك أنا أيضا متى تمت خطوبتنا، وسأفض بريدك وأقرأ جميع رسائلك. اعلم هذا، ها أنا ذا أبلغك منذ الآن. موافق ما دمت تريدين ذلك، ولكن هذا ليس حسنا صدقيني. بهذا تمتم أليوتشا. فقالت ليزا: أوه هذا الاحتقار أليوتشا صديقي، لا تتشاجروا منذ أول يوم. إنني أؤثر أن أعترف لك بالحقيقة، أنا أعرف أن التجسس على الناس معيب جدا. لقد أخطأت أنا طبعا وأصبت أنت، ولكنني سأراقبك مع ذلك. فقال أليوتشا ضاحكا: راقبيني راقبيني ولن تكتشفي شيئا، أقول لك ذلك منذ الآن. أليوتشا، هل ستطيعينني؟ تلك أيضا مسألة يجب أن نسويها سلفا. أو هل ستطيعني؟ تلك أيضا مسألة يجب أن نسويها سلفا. سأطيعك يا ليزا، سيسرني جدا أن أطيعك، ولكن ليس في الأمور الأساسية، في الشؤون الهامة. سأعمل بما يمليه علي ضميري حتى ولو خالفتني، هذا مفهوم. وأنا أيضا. ألا فاعلم يا أليوتشا أنني مستعدة من جهتي لأن أطيعك، لا في الشؤون الأساسية فحسب، بل في كل شيء وفي كل وقت مدى الحياة. أعاهدك على هذا منذ الآن، وإذا خضعت لك فإنني أضع راضية سعيدة فرحة كبيرة. كذلك هتفت ليزا تقول بحرارة: وإني لأحلف لك أيضا أنني لن أراقبك أيضا، أبدا لن أراقبك مرة واحدة، لا ولن أقرأ رسائلك قط في يوم من الأيام. ذلك أنه على حق وأنني لست على خطأ. أعرف أن رغبة رهيبة في مراقبتك سوف تتأجج في نفسي، ولكنني سأحس بهذه الرغبة لأن هذا عيب جدا في نظرك، ستكون لي بمثابة العناية الإلهية. اسمع يا أليكسي فيدوروفيتش، لماذا أنت حزين هذا الحزن كله في هذه الآونة؟ أمس واليوم أنا أعرف أن هناك أنواعا من الهم والقلق تملأ جوانب نفسك، ولكنني لاحظت فيها حزنا خاصا. أهو ألم سري؟ قال أليوتشا بصوت مكبوح. نعم يا ليزا، هو حزن سري. إنني أرى أنك تحبينني حقا، ما دمت قد أدركت ذلك. سألته ليزا بلهجة فيها رجاء وضراعة: ما سبب حزنك؟ هل أستطيع أن أعرفه؟ فأجابها أليوتشا محرجا: سأذكره لك يا ليزا، ولكن فيما بعد. إذا حددتك الآن عن سبب حزني فلن تفهمي، ثم إنني لن أحسن شرحه كما ينبغي. قالت ليزا: أحسب أن موضوع أخويك وأبيك هو الذي يعذبك علاوة على آلام أخرى، أليس كذلك؟ قال أليوتشا حالما مفكرا: نعم هناك أخوي أيضا. قالت ليزا فجأة: أنا لا أحب أخاك إيفان يا أليوتشا. استقبل أليوتشا هذا التصريح بشيء من الدهشة، ولكنه تابع كلامه يقول: أخواي يسيران إلى الضياع، وكذلك أبي، وهم يجرون إلى الشقاء كائنات أخرى. إنها القوة الغامضة الخفية الكامنة في أفراد آل كارامازوف، كما قال الأب بائيسي في الآونة الأخيرة، هي قوة عارمة أصيلة لا يمكن السيطرة عليها.
حتى إنني لست واثقا من أن روح الله تحلق فوق هذه القوة، ولكنني لا أعلم أنني واحد من آل كارامازوف. أنا أيضا، أنا في الظاهر راهب، فهل أنا راهب حقا يا ليزا؟ لقد قلت منذ هنيهة إنني راهب، ثم قلت ذلك راهب، ومع ذلك قد لا أكون مؤمنا بالله. أأنت لا تؤمن بالله؟ ماذا دهك؟ كذلك سألته ليزا محادرة بصوت خافت، ولكن أليوتشا لم يرد. إن هذا القول الذي أفلت من لسانه يعبر عن فكرة غامضة تغوص في نفسه وقلبه، ولعله لا يستطيع هو نفسه أن يتبينها، ولكنها كانت تعذبه، ما في ذلك ريب. وتابع أليوتشا كلامه، وفوق ذلك كله هذا هو يموت. إن الإنسان الذي أعده خير إنسان في هذا العالم سيبارح الأرض. آه ليزا، لو علمت مدى تعلقي بهذا الإنسان ومدى شعوري بالارتباط به ارتباطا لا انفصام له، سوف أكون بعد اليوم وحيدا. سأجيء إليك كثيرا يا ليزا، لن نفترق بعد الآن. نعم، سيظل كل منا قرب الآخر، سنكون متحدين مدى الحياة، متحدين إلى الأبد. أليوتشا، قبلني الآن. أسمح لك الآن بأن تقبلني. قبلها أليوتشا، والآن اذهب، كان المسيح معك. قالت ذلك وهي ترسم عليه إشارة الصليب. أدرك هو قبل أن يموت. الآن أفهم أنني أضعت لك وقتا ثمينا، سأصلي له ولك الآن. أليوتشا، سنكون سعيدين، سنكون سعيدين، أليس كذلك؟ أعتقد يا ليزا. لم يرى أليوتشا حين خرج من عند ليزا أن من الضروري أن يذهب أولا إلى السيدة خوخلاكوفا، وإنما تأهب لمغادرة المنزل دون أن يودعها، ولكنهما إن فتح باب البيت وخطى خطوة على السلم حتى انبجست السيدة خوخلاكوفا أمامه، فأدرك أليوتشا فورا أنها كانت تراقبه وتراقب انصرافه وتنتظره. هذا فظيع يا أليكسي فيدوروفيتش، هذه أمور صبيانية، هذه سخافات وحماقات، آمل أن لا تحمل أقوال ابنتي على محمل الجد، وأن لا تهدهد أوهاما وأحلاما. يا للحماقة، يا للحماقة، يا للحماقة. كذلك انهالت عليه مرددة، فقال لها أليوتشا، لا تقولي هذا الكلام على الأقل، وإلا اضطربت اضطرابا شديدا وساءت حالها كثيرا. هذا أخيرا كلام متزن يبرهن على أنك شاب عاقل. هل أفهم من كلامك هذا أنك إنما وافقتها إشفاقا على حالتها حتى لا تثير معارضتك حنقها؟ قال أليوتشا بلهجة قاطعة، لا إطلاقا، بل كنت جدا في حديثي معها كل الجد، لأن لا شأن للجد هنا، هذا شيء لا يمكن تصوره، لا يمكن تخيله. اعلم أولا أنني لن أستقبلك بعد اليوم في منزلي، واعلم ثانيا أنني سأسافر في هذه المدينة مبتعدة بابنتي، هل فهمت؟ قال أليوتشا، لما هذا كله؟ إنما الأمر أمر مشروع ما يزال تحقيقه بعيدا جدا، لابد أن ننتظر سنة ونصف على الأقل. لعلك على حق يا أليكسي فيدوروفيتش، فإلى ذلك الحين يتسع الوقت للتشاجر معها والانفصال عنها 100 مرة. آه ما أشقاني، ما أشقاني. صحيح أن هذا كله صبيانيات، ولكنني صعقت حقا. أنا الآن في موقفي فاموسوف في آخر مشاهد المسرحية الهزلية، أما تشاتيتسكي فأنت، وأما صوفيا فهي. انظر إلى هذا التطابق، لقد رابطت على السلم لأنتظرك، وفي تلك المسرحية الهزلية حدثت جميع المصائب على السلم أيضا. سمعت كل شيء وتجلدت تجلدا شديدا حتى أستطيع أن أسيطر على نفسي. هذا هو إذن سر الأرق الرهيب في الليل، وسر نوبات الهستيريا بالأمس. البنت عاشقة،
ولم يبقى للألم إلا أن تموت. هو قبري إذن يهيأ؟ أجب على سؤالي، وهو أهم، ما تلك الرسالة التي كتبتها إليك؟ أرينيها على الفور، أصر على ذلك فورا. لا داعي لذلك، لا تلحي، والأفضل من هذا أن تقولي لي كيف حال كاترين إيفانوفنا الآن، إنني أحرص على معرفة ذلك. ما زالت تهدي ولم تسترد حواسها بعد، وعمتها معها ما تنفكاني، تخافان وتشنآن وتصطنعان مظاهر الأبهة. أما الدكتور فقد وصل، ولكنه بلغ من الذعر أنني أصبحت لا أعرف ماذا يجب علي أن أعمل لأهدئ روعة. حتى لقد خطر ببالي أن أستدعي طبيبا له، قد نقلوه إلى بيته في عربتي، ثم ها أنا ذا الآن أمامك وأمام مشكلتك ومشكلة هذه الرسالة، تتمة للشقاء والبلاء. صحيح أن هناك سنة ونصف، ولكنني أستحلفك بكل ما هو عزيز عليك، مقدس لديك، أستحلفك بشيخك المحتضر أن تريني هذه الرسالة. يا أليكسي فيدوروفيتش، أريني الرسالة، أرينيها أنا، أنا أم ليزا. أمسكها بأصابعك إذا شئت، فلن أخذها، وإنما أقرأها من بعيد. لا يا كاترين أوسيبوفنا، لن أريك الرسالة، لا جدوى من الإلحاح، لن أريك الرسالة، حتى ولو أذنت لي هي بذلك. سأعود غدا، فإذا شئت ناقشنا جميع المشاكل، أما الآن فإلى اللقاء. قال أليوتشا ذلك وهبط السلم راكدا، فخرج إلى الشارع. قطارة سميردياكوف كان يسرع الخطى، فلم يكن لديه وقت. حين ودع ليزا كانت قد برقت في ذهنه فكرة على الطريقة التي يستطيع بها أن يفاجئ أخاه ديمتري، الذي كان واضحا أنه يحاول أن يتجنب لقاءه. الوقت متأخر، هي الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا. كان أليوتشا يتمنى بكل كيانه أن يعود إلى الدير، إلى شيخه العظيم المحتضر، ولكن حاجته إلى رؤية أخيه ديمتري مرة أخرى قد تغلبت أخيرا على كل شيء. إن إحساسه بوشوك وقوع كارثة، بوشوك حدوث أمر رهيب، يرسخ في نفسه مزيدا من الرسوخ كلما انقضت الساعات. أما ما هي تلك الكارثة التي ستقع، وما هو الذي يريد أن يقوله لأخيه ديمتري، فإن ذلك شيء قد لا يستطيع في تلك اللحظة أن يوضحه حتى لنفسه. إذا مات شيخي المحسن أثناء غيابي، فلن ألوم نفسي في أقل تقدير مدى الحياة على أنني كان في وسعي أن أحول دون وقوع الشر، ثم أهملت أن أفعل ذلك، وأغفلت واجبي، وأسرعت أعود إلى مسكني بأقصى سرعة. وإني إذ أفعل الآن ما أفعله، إنما أتبع أوامر معلمي. كانت خطته هي أن يعثر على ديمتري فجأة متسللا إلى الحديقة من خلال السياج الذي سبق أن تخطاه أمس داخلا إلى الكوخ، وكان يقول لنفسه: فإن لم أجده فسأختبئ هناك دون أن أنبئ لا أهل الدار ولا توما، ثم أنتظر هناك حتى المساء إذا وجب الأمر. فإذا كان ينوي أن يترقب جيروتشينكا كما فعل أمس، فربما جاء إلى هذا الكوخ. ولم يفكر أليوتشا طويلا في خطته بجميع تفاصيلها، ولكنه قرر أن يضعها موضع التنفيذ فورا، ولو اقتضاه ذلك أن لا يرجع إلى الدير في ذلك اليوم. وقد جرى كل شيء بغير عائق، تخطى السياج في موضع غير بعيد عن الموضع الذي تخطاه فيه أمس، وتسلل خفية إلى الكوخ، وكان يريد أن لا يلاحظ حضوره أحد. ذلك أن من الجائز أن يكون أهل الدار وتوما في حالة وجوده بالدار منحازين إلى صف ديمتري، فقد يمنعونه إذن من دخول الحديقة، أو قد
يبلغون ديمتري وصوله في الوقت المناسب تنفيذا لتعليمات ديمتري نفسه. لم يكن في الكوخ أحد، جلس أليوتشا في مكان وانتظر ونظر إلى الكوخ، فبدا له أكثر تداعيا مما في اليوم السابق، وأحدث في نفسه شعورا بالشقاء. ولكن النهار كان مضيئا مشمسا كما كان يوم زيارته الأولى، وعلى المائدة الخضراء ترى علامة مستديرة خلفها قدح الكونياك الذي لعله انسكب أمس. وصورت أليوتشا خواطر تافهة لا صلة لها بالظروف الراهنة، كما يحدث عامة أثناء انتظار متجر، وتساءل مثلا لماذا جلس في المكان نفسه الذي جلس فيه بالأمس، ولماذا يجلس في مكان آخر. وتملكه شيئا فشيئا حزن كبير مرده إلى غموض المجهول المثير للقلق. وبعد أن مكث هناك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك، سمع ألحان قيثارة تنطلق قريبة منه. لا شك أن أحدا كان متلبثا في الغابة الصغيرة على مسافة 20 خطوة في أكثر تقدير، أو أن أحدا وصل إلى ذلك المكان منذ برهة قصيرة. وتذكر أليوتشا فجأة أنه حين ترك أخاه أمس وابتعد عن الكوخ قد لمح على اليسار قرب الحاجز دكة خضراء ريفية قديمة غائرة في الأدغال، فهناك إذن لابد أن يكون قد جلس الواصل أو الواصلون، ولكن من عساه يكون أو من عساهم يكونون. وهذا رجل ينطلق في تلك اللحظة مغنيا أبياتا من الشعر يرافقها عزف على القيثارة، إن الصوت صوت مترقق من طبقة التينور بقوة عظيمة لا يهزمها شيء. إلى الجميلة انجذب، رفقا بنا يا رب، بي وبها يا رب، بي وبها يا رب، بي وبها يا رب. وصمت الصوت دون تثنيات العامية، وهذا صوت امرأة لطيف وجل يسمع عندئذ قائلا في غنج ودلال، لماذا لا تجيء إلينا إلا نادرا يا بافل فيدروفيتش؟ أأنت تحتقر صحبتنا؟ فقال صوت الرجل في تأدب بلهجة يدرك المرء فيها مع ذلك شيئا من إرادة تأكيد الرصانة والوقار، لا لا. كان واضحا أن الرجل مسيطر على الموقف في حين أن المرأة تداعبه، قال أليوتشا لنفسه، ولكن هذا سميردياكوف، هذا صوته على الأقل، أما المرأة فأتخيل أنها ابنته صاحبة الدار التي رجعت من موسكو في الآونة الأخيرة بثوب طويل الديل، والتي تجيء كل يوم إلى مارفا أجناتيفنا التماسا لشيء من الحساء. وعاد صوت المرأة يقول إنه وإنني أعبد الأشعار، ولا سيما إذا كانت متسقة متناغمة، لماذا توقفت عن الغناء؟ فاستأنف صوت الرجل، تاج الملوك هين في نفسي، ما دمت أحظى بصديقة، رفقا بنا يا رب، رفقا بنا يا رب، بي وبها يا رب، بي وبها يا رب، بي وبها يا رب. قال صوت المرأة، غنيتها في المرة الماضية خيرا مما تغنيها الآن، كنت في المرة الماضية أسمعك تقول صديقتي العذبة، فكان ذلك أرق عاطفة من الآن، هل نسيت؟ فقال سميردياكوف بلهجة قاطعة، ملأ أشعار إلا سخافة وحماقة، أوه لا، أنا أحب الأشعار كثيرا، الشعر عبارة عن سخافة لا جد فيها، اقضي في الأمر بنفسك، من ذا الذي يتكلم في هذا العالم؟ ولو أخذ جميع الناس يتكلمون شعرا حتى بأمر صادر عن السلطات مثلا، لما وجدوا أشياء كثيرة يقولونها. لا لا يا صديقتي، يا ماريا كوندراتيفنا، ما الشعر إلا كذب وتصنع. فاستأنف صوت المرأة قائلا وقد ازداد غنجا ودلالا، ما أذكاك، كيف تفعل من أجل أن تكون
على هذا الجانب العظيم من الثقافة. كان يمكن أن أفعل أكثر من ذلك وأن أصبح أوسع ثقافة وأغزر علما لو أنني. ثم صمت لحظة وأتم كلامه. لو أنني كنت سعيد الحظ ولم يحاربني منذ المهد أي أحد، كان يمكنني أن أقتل في مبارزة بالمسدس ذلك الذي يصفني بأنني امرؤ لا كرامة له، لأنني ليس لي أب، ولأن أمي امرأة نتنة. لقد قذف أحدهم هذا الكلام في وجهي ذات يوم بموسكو، حيث شاع سر مولدي بفضل غريغوري فاسيليفيتش. إن غريغوري فاسيليفيتش يعيب علي تمردي على ميلادي، وقد قال في معرض حديثه عن أمي: لقد مزقت لها أحشاءها، إنني أسلم بذلك، ولكنني كنت أؤثر أن أقتل في بطنها على أن أجيء إلى هذا العالم. إن الناس يتناقلون في السوق، وقد ظنت أمك لقلة لباقتها أن من واجبها أن تقول لي ذلك أيضا. إن أمي كانت مصابة بداء تلبد الشعر، وإن طولها كان لا يزيد عن 5 أقدام. وكانت أمك تمطط الكلام وهي تكلمني، فلماذا كانت تفعل ذلك مع أن من السهل جدا على المرء أن يتكلم كما يتكلم سائر الناس؟ لأنها كانت تحب أن تظهر عاطفتها، ولكن هذه العاطفة تفوح منها رائحة الفلاح الموجيك. هل يستطيع الفلاح الروسي أن يشعر بعواطف كما يشعر بها رجل مثقف؟ إنه أجهل من أن يشعر بأي شيء. إنني حين أسمع أحرف المد تمط هذا المط، أتمنى أن ألطم رأسي بجدار، وذلك أمر أعرفه في نفسي منذ طفولتي. أوه، إنني أكره روسيا كلها يا ماريا كوندراتيفنا. لو كنت ضابطا أو من سلاح الفرسان لما فكرت هذا التفكير، بل لجردت سيفك دفاعا عن روسيا. لا أحب أن أكون من سلاح الفرسان يا ماريا كوندراتيفنا، بل على العكس أرغب في إلغاء الجيش واختفاء الجنود. فمن يدافع عنا إذا ما هاجمنا العدو؟ لا داعي إلى الدفاع. في عام 1812 غزا إمبراطور الفرنسيين نابليون الأول، وهو أبو الإمبراطور الحالي، غزا روسيا. فلو قد تم للفرنسيين هؤلاء الاستيلاء عليها آنذاك، لكان ذلك حظا عظيما، لأن أمة ذكية تخضع وتخضع الدولة الأخرى، وهي أمة غبية لعلمها ولثقافتها، وتلحقها بها. فلو قد تم تحقيق ذلك، إذن لكان عندنا الآن نظام مختلف عن نظامنا كل الاختلاف. كأنهم خير منا. ألا إنني لأرفض أن أستبدل بشاب واحد من شباننا. 3 فتيان من الإنجليز. كذلك هتفت تقول ماريا كوندراتيفنا بأرق صوت وأعدب نغمة، ولا بد أنها كانت تلقي على صاحبها عندئذ نظرات تفيض دلالا. قال الرجل: المسألة مسألة ذوق. هيئتك أنت نفسك هيئة أجنبي، أجنبي نبيل جدا، أعترف لك بهذا وأنا أحمر خجلا. هل تريدين أن أقول لك الحقيقة؟ إنهم جميعا سواسية من ناحية التحلل من الأخلاق، أجانب كانوا أم روس، هم جميعا أوباش، مع فارق واحد هو أنهم هناك ينتعلون أحذية ملمعة، في حين أن أهلنا الحفاة قانعون ببؤسهم النتن لا يجدون فيه ضيرا. إن الشعب الروسي يستحق أن يجلد. لقد صدق فيودور بافلوفيتش أمس حين قال هذا الكلام، رغم أنه مجنون هو وأبناؤه جميعا. ولكن سبق لك أن قلت إنك تحترم إيفان فيدروفيتش احتراما كبيرا، ذلك لم يمنعه من أن يصفني بأنني خادم الندل. هو يتخيل أنني واحد من أولئك المتمردين، ولكنه مخطئ تماما. لو ملكت قدرا كافيا من المال، إذن لسافرت منذ زمن طويل. أما ديمتري فيدروفيتش فهو شر من خادم، سواء بسلوكه وقلة ذكائه أو ببؤسه وشقائه. هذا
رجل لا يصلح لشيء ومع ذلك يحترمه جميع الناس. أنا أعلم أنني لست إلا طباخا فاشلا، ولكن لو أوتيت شيئا من حظ فسوف أفتتح مقهى ومطعما بموسكو في شارع بيتروفكا. إنني أجيد إعداد أطباق حسب الطلب، وما من أحد من زملائي قادر على ذلك إلا الأجانب وديمتري فيدوروفيتش. هذا ليس إلا مفلسا، ومع ذلك لو طلب المبارزة أمامي أو طلب المبارزة لأنبلي الكونتات لرضي هذا أن يبارز فيما هو ينازعني. إنه أقل مني ذكاء، وما أكثر ما أتلف من مال في سبيل حماقات وتراهات. قالت ماريا كوندراتيفنا فجأة: لابد أن مشهد المبارزة جميل جدا. لماذا؟ إنها الخطر والشجاعة، لا سيما حين يتواجه ضباط شبان بمسدسات في سبيل سيدة. ما أروعه من منظر. لو كنت تقبل فتيات في مشاهدة مبارزة لا وهبت أي شيء في سبيل أن تشاهد هذه المبارزة، ولو وهبت أنا أيضا كل شيء لأشاهدها. المبارزة ممتعة حين يسدد المرء بنفسه، أما حين يكون الآخر هو الذي يسدد إليك فالأمر يصبح عندئذ سخيفا. وربما تهربين يا ماريا كوندراتيفنا. أتهرب أنت في مثل هذه الحالة؟ لم يتنازل سميردياكوف فيجيب عن سؤالها. وبعد برهة من الوقت سمع لحن آخر تعزفه القيثارة، وصوت مترقق من طبقة التينور يصدح مغنيا: سأرحل مهما أكابد، فإنني سئمت العذاب. سيبهجني أن أعيش بعيدا، أمتع نفسي وأحيا سعيدا حياة العواصم، فلا شيء يمسكني ها هنا، ولست ببالك أيضا، ولست ببالك على أي شيء. وفي تلك اللحظة حدث شيء ليس في الحسبان. لقد عطس أليوتشا فجأة، فسرعان ما صمتت الأصوات، فنهض أليوتشا من مكانه واتجه نحو الدكة. الرجل هو سميردياكوف فعلا، بثيابه الفاخرة وحذائيه الملمعين وشعره المدهن حتى لكأنه مجعد. كان قد وضع القيثارة على الدكة، والمرأة الشابة هي ماريا كوندراتيفنا ابنة صاحبة الدار. إنها ترتدي فستانا أزرقا فاتحا ذا ديل طويل جدا، وكان يمكن أن تبدو الفتاة شابة جميلة لولا ذلك النمش البشع في وجهها المسرف. في الاستدارة سأل أليوتشا بلهجة هادئة وهو يحاول أن يصبغ على سؤاله مظهر سؤال بسيط لا قيمة له: هل سيأتي أخي ديمتري إلى هنا بعد قليل؟ فنهض سميردياكوف بدون تعجل، وكذلك فعلت ماريا كوندراتيفنا. أنا لأن أعرف ما يفعله ديمتري فيدوروفيتش، إنني لم أكلف بحراسته فيما أعلم. كذلك أجاب سميردياكوف مقطعا ألفاظه دون أن يرفع صوته وبلهجة الاستخفاف. فقال أليوتشا شارحا: إنما سألتك بكل بساطة لتجيبني إذا كنت تعلم. أنا أجهل أين يمكن أن يكون الآن، ولا أحرص على أن أعرف، لكن أخي أسر إلي أنك تطلعه على كل ما يحدث في الدار، وأنك وعدته بإبلاغه عن مجيء أجرافينا ألكساندروفنا. فرفع سميردياكوف بصره إلى أليوتشا ببطء دون أن يضطرب، ثم قال وهو يحدق إلى أليوتشا ويتفرس فيه: هل يمكنني أن أسألك أنا أيضا كيف فعلت حتى استطعت أن تدخل إلى هنا رغم أن باب المدخل مقفل بالمفتاح منذ أكثر من ساعة؟ قال أليوتشا: مررت بالزقاق، تخطيت السياج لأصل إلى الكوخ رأسا. ثم أضاف يقول مخاطبا ماريا كوندراتيفنا: أرجو أن لا تؤاخذينني على عدم تحرجي، لقد كنت أحرص على أن أرى أخي بأقصى سرعة. فأجابت ماريا كوندراتيفنا تقول بصوت ممطوط، وقد بدا واضحا أن اعتذار أليوتشا إليها قد سرها كثيرا: كيف أؤاخذك؟ إن ديمتري فيدوروفيتش يسلك هذا الطريق نفسه لبلوغ الكوخ، فكثيرا ما لا نلاحظ وصوله إلا بعد أن يكون قد استقر فيه.
لابد لي أن أراه حتما، إنني أبحث عنه في كل مكان. ألا تستطيعين أن تقولي أين يمكنني أن أعثر عليه الآن؟ إن الأمر أمر مسألة تهمه كثيرا. فتمتمت ماريا كوندراتيفنا تقول: إنه لا يطلعنا على تنقلاته. واستأنف سميردياكوف كلامه فقال: أجيء إلى هنا زائرا، فإذا هو يلاحقني حتى إلى هذا المكان ليسألني عن أخبار سيدي. لقد طالبني مرارا بأن أذكر له ماذا يفعل أبوه، ومن يدخل الدار ومن يخرج منها، وكل ما يمكن أن أطلع عليه الآخر من أمور تهم الدار، حتى لقد هددني بالقتل مرتين. سأل أليوتشا مدهوشا: بالقتل؟ كيف يمكن هذا؟ إنه بما له من طبع خاص لا يتورع عن شيء، ولقد أتيح لك أن ترى ذلك بنفسك أمس. على كل حال، لقد أنذرني بأن يعاقبني، وأن عواقبي ستكون وخيمة إذا لم أترك لأجرافينا ألكساندروفنا أن تدخل وأن تقضي ليلة في الدار. إنني أخافه وأخشاه، ولولا أنه يثير في نفسي هذا الجزع كله، إذن لأبلغت عنه سلطات المدينة. الله وحده يعلم ما يمكن أن يفعله ديمتري فيدوروفيتش. وأضافت ماريا كوندراتيفنا تقول: وقد صرح له منذ أيام: سأسحقك بالهاون سحقا. قال أليوتشا: لئن تكلم عن الهاون فليس الأمر بالجد، ليتني أستطيع أن أعثر عليه الآن. إذن لقلت له كلمة عن هذه التهديدات أيضا. قال سميردياكوف وكأنه قد غير رأيه فجأة: إليك المعلومات الوحيدة التي أستطيع أن أعطيها إليك، إنني أجيء إلى هنا كصديق قديم، ولما لا أزور جيرانا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إيفان فيدروفيتش قد أرسلني في ساعة مبكرة من هذا الصباح إلى أخيك في شارع أوزيورونيا. لقد كلفني دون أن يحملني أي رسالة مكتوبة بأن أعلم ديمتري فيدوروفيتش جهارا أنه يرجوه ملحا أن يجيء لتناول طعام الغداء معه في الحانة التي تقع في الميدان. لم أجد ديمتري فيدوروفيتش في مسكنه. كانت الساعة هي 8 صباحا، وقالت لي صاحبة المنزل إن ديمتري فيدوروفيتش قد خرج. أنا مستعد لأن أحلف أنهما متواطئتان معه. من الجائز جدا أن يكون أخوك ديمتري فيدوروفيتش الآن في تلك الحانة مع إيفان فيدروفيتش، لأن إيفان فيدروفيتش لم يرجع إلى المنزل للغداء. أما فيودور بافلوفيتش فقد تغدى وحيدا منذ ساعة، ولابد أنه الآن يأخذ قيلولته. أتوسل إليك مع ذلك أن لا تحدث أخاك عني، وأن لا تقول له إنني ذكرت لك هذه المعلومات، لأنه قادر على أن يقتلني بلا أي سبب إذا هو عرف الأمر. سأله أليوتشا كأنما ليتأكد من الأمر مزيدا من التأكد: هل ضرب أخي إيفان موعدا اليوم لديمتري في الحانة؟ تماما. أهي حانة العاصمة الكبرى التي تقع في الميدان؟ هي نفسها. فهتف أليوتشا يقول: وقد ألم به انفعال شديد. جائز جدا. شكرا يا سميردياكوف، هذه معلومات ثمينة، سأذهب إلى هناك فورا. قال سميردياكوف ملحا: إياك أن تفضحني، اطمئن، سأتظاهر بأنني دخلت الحانة مصادفة. وبينما كان أليوتشا يتجه نحو السياج، هتفت ماريا كوندراتيفنا قائلة: إلى أين أنت ذاهب؟ سأفتح لك باب البستان. لا داعي إلى ذلك، من هنا أقرب، سأتخطى السياج. أحدث هذا النبأ في أليوتشا أثرا قويا، وأسرع متجها إلى الحانة. ليس من الحشمة طبعا أن يدخل أليوتشا الحانة وهو في لباس الراهب، ولكن أليوتشا قد قرر أن يسأل عن أخويه دون أن يدخل إلى الصالة، وأن يستدعيهما إليه على السلم، وإنه لا يقترب من مبنى الحانة إذا بنافذة من نوافذها قد فتحت، وها هو أخوه إيفان ينادي من فوق سائلا: هل تستطيع أن تجيئني إلى هنا يا أليوتشا فتسدي إلي معروفا؟ طبعا، ولكنني أتحرج من الدخول بثوبي هذا، أنا في حجرة خاصة، تعال إلى سلم المدخل.
فألقاك هناك. وبعد دقيقة كان أليوتشا يجلس إلى جانب أخيه. لقد كان إيفان وحيدا وكان يتناول غداءه. الأخوان يتعارفان. لم يكن إيفان يحتل حجرة خاصة بمعنى الكلمة، وإنما كان جالسا قرب النافذة في ركن تعزله عن الصالة حواجز، فالأشخاص الذين يجلسون في هذا المكان الخاص لا يراهم رواد الحانة الآخرون. هي قاعة في مدخل تفضي إلى الصالة التي بعدها. قد نصب هناك بوفي أمام جدارها الأمامي، والخدم يجتازونها هذه القاعة في كل لحظة. ولم يكن في القاعة حين ذاك إلا زبون واحد، هو ضابط محال على التقاعد، يجلس في الركن ويحتسي الشاي. ليست كذلك الصالة الأخرى، فهي تزخر بما تزخر بها أمثال هذه الأماكن عادة من نداءات عالية وصرخات فرحة وقرقعة الزجاجات التي تفتح وتقطقات الكرات على المائدة مع أصوات أورغون تشق هذه الجلبة كلها. كان أليوتشا يعلم أن أخاه إيفان لا يكاد يرتاد هذه الحانة أبدا، لأنه لا يحب جو الأماكن التي من هذا النوع على وجه العموم. فقال أليوتشا لنفسه، فإنما هو جاء إذن ليلتقي بديمتري، ولكن ديمتري لم يحضر. هتف إيفان وكان يبدو سعيدا بحضور أليوتشا. هل تريد أن أمر لك بحساء السمك؟ يخيل إلي أنك لا تتغدى بالشاي وحده. وكان إيفان قد فرغ من تناول طعامه وهو الآن يحتسي فنجانا من الشاي. أجابه أليوتشا مبتهجا مرحا، هاتي حساء السمك واطلب لي كذلك شايا فإنني جائع. فما قولك إذن بشيء من مربب الكرز؟ إن عندهم هنا مربب كرز، وعهدي بك أنك كنت تحب هذا المربب في الماضي حين كنت صغيرا، وكنا نعيش كلانا عند أسرة بولينوف. أما تزال تتذكر هذا؟ أنت تتذكر إذن يا إيفان؟ موافق على المربب، فإنني ما أزال أحببه كما كنت أحببه في الماضي. نادى إيفان الخادم وأمر بطبق من حساء السمك وبشاي وبمربب الكرز. إنني أتذكر كل شيء، أتذكر طفولتك يا أليوتشا حتى 11 من عمرك، وكنت أنا عندئذ في 15. ما كان يمكن أن تنعقد أواصر رفقة بين أخوين في ذلك العمر إذا كانت تفصل بينهما 4 سنوات، ولست على يقين من أنني أحببتك في ذلك الأوان. وبعد سفري إلى موسكو لم تخطر ببالي قط أثناء السنين الأولى، حتى إذا جئت بعد ذلك إلى موسكو أنت أيضا لم أصادفك إلا مرة واحدة لا أدري أين، وها أنا دا أعيش هنا منذ أكثر من 3 أشهر دون أن يتاح لنا أن نتبادل حديثا حقيقيا مرة واحدة. وإنني مسافر غدا، لذلك تساءلت منذ لحظات، ترى أين يمكن أن أجده لأودعه؟ وإذا بك تمر من هنا، أكنت تتطوق جدا إلى رؤيتي إذن؟ نعم جدا، إنني أود أن أعرفك مرة وإلى الأبد، وأن تعرفني كذلك مزيدا من المعرفة، ثم نفترق بعد ذلك. إن أفضل لحظة للتعارف هي في رأيي اللحظة التي تسبق الفراق. لقد راقبت تعبير نظراتك تلك هذه الأشهر 3، كان في عينيك انتظار دائم وتوقع مستمر، وهذا ما لا أطيقه، لذلك لم أحاول أن أقترب منك، ولكنني تعلمت أن أحترمك. قلت لنفسي، ما يزال الرجل الصغير ثابتا على مواقفه. إنني أمزح قليلا ولكنني أتكلم الآن جادا. أنت فتى ثابت جدا، أليس هذا صحيح؟ إنني أحب أمثال هؤلاء الثابتين أيا كان من يثبتون عليه، حتى ولو كانوا صبية صغار مثلك. لهذا أصبحت نظراتك التي تعبر عن الانتظار والتوقع لا تسوءني ولا تنفرني، حتى لقد أصبحت محببة إلي. يبدو لي أنك تحبني لسبب ما يا أليوتشا، أليس كذلك؟ أحبك يا إيفان، ديمتري يصفك بأنك قبر، أما أنا فأقول إنك لغز، ولم أستطع أن أحل هذا اللغز حتى الآن.
هناك نقطة مع ذلك أحسب أنني أبصرتها واضحة في نفسك، ولكن منذ هذا الصباح فحسب، سأله إيفان ضاحكا. فما هي؟ ضحك أليوتشا هو أيضا وسأله، ألن تغضب؟ طبعا لا. إذن فاعلم أنني اكتشفت أنك شاب شبيه بالشباب الذين هم في 23 من أعمارهم، تزخر فتوة ونضارة وعفوية مثلهم، ويعوزك النضج كما يعوزهم. أي هل كدرك قولي هذا كثيرا؟ فصاح إيفان في مرح بحماس، بالعكس بل أدهشني صدق رأيك، وهو يتفق ورأيي. لقد كنت منذ لقائنا عندما كنا في هذا الصباح كنت أفكر في هذا الجانب من طبيعتي، في عدم نضجي هذا في 23. فإذا أنت تقع على هذه الحقيقة دفعة واحدة، هل تعلم بماذا كنت أحدث نفسي قبل وصولك؟ كنت أقول لنفسي، مهما تخيب ظني الحياة، ومهما أفقد إيماني بالمرأة التي أحبها، ومهما أفقد إيماني بحكمة نظام الكون، ومهما أقتنع بالعكس بأن أكون سديما ملعونا لعله خاضع لمشيئة الشيطان، فلن يغير هذا من الأمر شيئا. قد أغوص في جميع هذا اليأس الإنساني، ثم أظل أحب الحياة مع ذلك، ورغم كل شيء أود لو أعبئ كأس الحياة متلددا حتى الثمالة، وقد لا أستطيع تركه قبل أن أفرغه، ولكن حين أبلغ 30 من العمر فقد أرمي الكأس قبل نفاذه، ثم أمضي إلى أين لا أدري بعد. أما حتى ذلك الحين، أي إلى أن أبلغ 30، فإن شبابي سينتصر على كل شيء، أنا واثق من هذا، سينتصر على خيبة الأمل وعلى مشاعر الضيق بالحياة. لقد تساءلت مرارا، هل في هذا العالم بأس يمكن أن يخنق في نفسي هذا الضمأ إلى الحياة، هذا الضمأ المسعور الذي قد لا يكون لائقا؟ وانتهيت إلى الاعتقاد بأنه ربما لا يوجد مثل هذا اليأس، ولكن حتى 30 من عمري فحسب. ثم أزهد وأعف من تلقاء نفسي بعد ذلك، فيما أظن إن الواعظين بالأخلاق المصدورين الفتيان الحزانة وكذلك الشعراء يحلو لهم أن يصفوني بالجبن. هذا الحب الحار للحياة، ويجب أن نعترف على كل حال أن من السمات الخاصة بآل كارامازوف الضمأ إلى الحياة، هذا بأي ثمن. لابد أن يكون هذا الضمأ قائما فيك أنت أيضا، ولكن لماذا يوصف بالجبن؟ إن القوة الجاذبة المركزية قوية إلى درجة فظيعة في كوكبنا هذا يا أليوتشا. الحياة حلوة، وإنني لأحيا ولو على خلاف كل منطق. أنا لا أؤمن بحكمة نظام الكون، لنسلم بهذا، ولكنني أحب وريقات الأشجار الطريات النديات حين تطلع في الربيع، وأحب السماء الزرقاء، وأحب أيضا دون أن أدري لماذا. هل تصدق ذلك؟ أحب أيضا بعض البشر، وتهزني الحماسة لأعمال البطولة الإنسانية التي انقطعت مع ذلك عن الإيمان بها منذ زمن طويل، ولكنني ما زلت أقدسها بحكم عادة عزيزة على نفسي، أثيرة في قلبي. جاءوك بحساء السمك، كله هنيئا مريئا، إنهم يحسنون إعداده هنا. أنوي أن أسافر إلى أوروبا يا أليوتشا، سأسافر إلى هناك من هنا رأسا، وإني لأعلم مع ذلك أنني لن أجد هناك إلا مقبرة، ولكنها أعز مقبرة، تلك هي المسألة. ولكنني شديد الارتباط بذكرى هؤلاء الموتى، إن كل حجر يذكرني بحياة حارة ماضية وبصورة جامحة من صور الإيمان بالحياة والبطولة وبقيمة العمل وبالحقيقة وبالكفاح وبالعلم أيضا. أنا أعلم سلفا أنني سأرتمي على ركبتي جاثيا أمام هذه الحجارة، وأنني سأبكي على أحجار القبور هذه وأغمرها بالقبل، مع شعوري في قلبي بأن ذلك ماض ولن يعود، على أنني لن أبكي من كرب ويأس، بل من سعادة الشعور وبانسكاب دموعي. سيسكرني حزني وحناني، إنني أحب وريقات الأشجار الطريات في الربيع،
أحب السماء الزرقاء، تلك هي المسألة، ليس الأمر أمر عقل ومنطق، إن حب الحياة ينبجس من أرحامي، وإن قوى شبابي التي لم تضعف ولم يمسها سوء هي التي أحبها. أنت تفهم شيئا من هذه المعميات يا صغيري أليوتشا؟ هاي، ألقى إيفان هذا السؤال وهو يضحك فجأة، فأجابه أليوتشا يقول: أفهمها جدا يا إيفان، أفهمها أكثر مما يجب من قرارة الأرحام، إنه ينبع بحب الحياة. لقد أجدت التعبير عن هذه الحقيقة، وإني لأبتهج لك كثيرا حين أراك راغبا في الحياة، رغبة قوية، هذه القوة. كذلك هتف يقول أليوتشا، ثم أضاف: وعندي أن على أي إنسان في هذا العالم أن يتعلم حب الحياة قبل كل شيء. حب الحياة أكثر من حب مغزاها. نعم، حب الحياة دون اكتراث بالمنطق كما قلت أنت، وبهذا وحده إنما يصل الإنسان إلى اكتشاف معنى الحياة. أنا من جهتي أفكر في هذا منذ زمن طويل، لقد ملكت نصف الحقيقة ما دمت أحب الحياة، ولم يبقى عليك إلا أن تملك نصفها الآخر حتى تحقق لنفسك الخلاص والسلامة. أنت تهتم بخلاصي وسلامتي؟ ما كنت أحسب أنني بسبيل الضياع والهلاك. وما هو النصف الثاني في رأيك؟ النصف الثاني هو بعث أولئك الموتى الذين لعلهم لم يبرحوا الحياة. أعطيني الشاي، إنني سعيد جدا بحديثنا هذا يا إيفان. ألاحظ فعلا أنك تحملت قليلا. ما أكثر ما أحب اعترافات الصدق هذه التي يقولها رهبان مبتدئون مثلك. إنك رجل ثابت يا أليوتشا. هل صحيح أنك تفكر في ترك الدير؟ صحيح، إن شيخي أمرني بالذهاب إلى الدنيا. سوف نلتقي إذن، سوف نلتقي إذن في هذه الدنيا قبل حلول الثلاثين، قبل أن أرمي الكأس. أبونا لا يريد أن يعدل عن التمتع بالحياة قبل أن يبلغ 70، وحتى يحلم أن يعيش 80 عاما كما يقول ذلك هو نفسه. إنه جاد في هذا كل الجد، مهما يكن مهرجا إنه يتهالك على اللذة ويحسب أنه مقيم عليها إقامة على صخرة وطيدة. صحيح أن الإنسان لا يبقى له بعد 30 شيء غير اللذة، ولكن الحياة على هذا الطراز حتى 70 شيء معيب مقيت. فالأفضل أن يمسك المرء حتى يبلغ 30، وبذلك يستطيع أن يحافظ على مظهر نوبل في أقل تقدير، كاذبا على نفسه. هل رأيت ديمتري اليوم؟ لا، ولكنني رأيت سميردياكوف. وقص أليوتشا على أخيه بسرعة تفاصيل لقائه بالخادم، فكان إيفان يصفني إليه وقد اكتسى وجهه تعبيرا عن الهم والقلق، على حين فجأة حتى إنه استوضح أليوتشا بعض النقاط. وأضاف أليوتشا قوله: وقد ألح سميردياكوف على أن لا أذكر لديمتري شيئا مما أصر به إلي. فقد طب إيفان حاجبيه ووجم يفكر لحظة، وسأله أليوتشا: أبسبب سميردياكوف؟ ألم بك هذا الانزعاج؟ نعم، بسببه، شيطان يأخذه على كل حال. ثم أضاف يقول كأنما على مضض: حقا، لقد كنت أرغب في أن أرى ديمتري، ولكن لم تبقى بي حاجة إلى ذلك الآن. هل تنوي أن تسافر بمثل هذه السرعة فعلا؟ نعم. فسأله أليوتشا قلقا: ما عسى يصير إليه حال ديمتري والأب؟ ترى كيف ينتهي هذا الأمر كله؟ إنك ما نفعتنا بعودتك إلى هذا الموضوع فيما يعنيني نزاعهما. أنا حارس أخيك ديمتري. كذلك أجاب إيفان بلهجة حانقة، ولكنه لم يلبث أن تدارك نفسه فابتسم ابتسامة وقال: ذلك جواب قابل لله على أخيه الذي قتله، أليس هذا ما خطر ببالك في هذه اللحظة؟ إن جهنم على كل حال، أنا لا أستطيع أن أبقى هناك حارسا لهما، لقد أنهيت أعمالي وسأسافر.
أتراك تتخيل أنني غيور من ديمتري، وأنني حاولت خلال هذه الأشهر الثلاثة المنصرمة أن أنتزع منه جميلته كاترينا إيفانوفنا. دعك من هذا، لقد كانت لي أنا شؤوني وأعمالي، ولقد أنجزت كل أعمالي، فسأسافر الآن. أنجزتها هذا الصباح وكنت أنت شاهدا عليها. هل تعني ذلك الحديث الذي جرى بينك وبين كاترينا إيفانوفنا؟ نعم، لقد قطعت صلتي بها دفعة واحدة. ثم ماذا؟ فيما يهمني ديمتري، إنه لا شأن له بهذا الأمر. كانت علاقتي بكاترينا إيفانوفنا شأنا خاصا بي. ثم إنك تعرف أنك أنت نفسك ديمتري قد تقرر في هذا الأمر وقد تتواطأ معي. أنا لم أطلب منه شيئا، وإنما هو تركها لي من تلقاء نفسه. وزاد على ذلك فبارك، هذا لكأنها تمثيلية. أوف، ليتك تعلم يا أليوتشا مدى شعوري بالتخفف الآن. حين كنت أتناول طعامي منذ قليل هنا، اشتهيت أن أطلب شيئا من الشامبانيا احتفالا بأول ساعة من ساعات حريتي التي عادت إلي. حين أفكر في هذا الأمر، آه، لقد دام هذا نصف سنة، وها أنا ذا أتحرر دفعة واحدة. حتى أمس ما كنت لأتخيل أنني أستطيع أن أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متى شئت. عن حبك تتكلم يا إيفان؟ عن الحب أتكلم إن شئت أن تستعمل هذا التعبير. لقد عشقت آنسة من الآنسات، فتاة هي طالبة في مدرسة داخلية، فتألمت وجعلتني هي أتألم، وكنت أحسب أنني مشدود إليها. ثم إذا بكل شيء يتبدد في طرفة عين. في هذا الصباح كنت أكلمها، حتى إذا صرت في الشارع انطلقت أضحك ضحكا مجلجلا. هل تصدق هذا؟ تلك هي الحقيقة بعينها. مع ذلك، أنت حتى في هذه اللحظة تتكلم في أمر بمرح وحبور. كذلك قال أليوتشا وهو يتفرس في وجه أخيه الهادئ المطمئن الذي لاح فيه فجأة المرح حقا. كيف كان يمكنني أن أحذر أنني لا أحبها البتة؟ هاها، ومع ذلك فهذه هي الحقيقة، أنا لا أحبها. ولكن ما أكثر ما كانت تعجبني في هذا الصباح نفسه، حين أجريت معها ذلك الحديث، كنت لا أشعر لا بملل ولا بكلل من الإعجاب بها، وحتى في هذه اللحظة تعجبني كثيرا، هل تصدق؟ ورغم هذا فما كان أسهل علي أن أتركها. أتحسبني أقول هذا الكلام تباهيا وتبجحا؟ لا، ولكن لعله لم يكن يحب حقا. قال إيفان ضاحكا، يا صغير أليوتشا، لا تندفع في إصدار آراء في الحب، ذلك لا يتناسب وحالتك. إنني أفكر في اندفاعك هذا الصباح يا بني، أي قد نسيت أن حينها ومع ذلك ما أشد ما آلمتني وعذبتني، لقد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزقات. أوه، كانت تعلم حق العلم أنني أحبها، وكانت تحبني أنا لا ديمتري. قال ذلك مارحا، ولم يكن ديمتري إلا عذرا لها تتخذه في سبيل أن تعذب نفسها. إن كل ما قلته لها هو الحق، هو الحق إطلاقا، ولكن في حقيقة الأمر، وهذا هو الشيء الأساسي، هي تحتاج إلى 15 عاما أو إلى 20 عاما أخرى من أجل أن تدرك أخيرا أنها لا تحب ديمتري البتة، ولا تحب أحدا سواي، رغم أنها تؤلمني وتعذبني، وقد لا تدرك هذه الحقيقة في يوم من الأيام. على كل حال، رغم درس هذا الصباح فليكن، ها قد نهضت فمضيت بلا رجعة. بالمناسبة، ما الذي صارت إليه؟ ماذا حدث بعد انصرافي؟ أطلعه أليوتشا على النوبة العصبية التي ألمت بها، وذكر له أنها ما تزال مغشيا عليها في أغلب الظن، وأنها ما تزال تهدي. لعل خوخلاكوفا قد بالغت، لا أظن، يجب أن أذهب لأستطلع أنباءها. على كل حال، لا أجد أحدا يموت من نوبة عصبية، فلتكن نوبة عصبية. النوبات العصبية، لا، لن أذهب إليها. فيما استئناف الأمر، زعمت لها منذ قليل أنك
وأنها لم تحببك يوما، زعمت ذلك عامدا يا أليوتشا، سأطلب شيئا من الشامبانيا، فلنحتفل باستردادي لحريتي، ليتك تعلم مدى ما أشعر به من سعادة، أجابه أليوتشا بحرارة قائلا: أخي الأفضل ألا نشرب، ثم إنني أحس بالحزن الشديد، أنت حزين منذ زمن طويل، لقد لاحظت أنا هذا، أنا مصر على أن أسافر غدا في الصباح. لماذا في الصباح؟ أنا لم أقل إنني مسافر في الصباح، على أنني قد أفعل. ها أنت ذا ترى أنني أصبت غدائي هنا حتى لا أخلو إلى العجوز على مائدة واحدة، فإلى هذا الحد يثير العجوز إشمئزازي. كان يمكن أن أسافر منذ زمن بعيد لأتحرر من وجوده، ولكن لماذا يقلقك سفري هذا الإقلاق؟ ما يزال أمامنا وقت طويل، ما يزال أمامنا أبد تقريبا، أي يكون أمامنا أبد وأنت مسافر غدا؟ قال إيفان ضاحكا: فيما يهمنا هذا السفر سيكون لنا في الوقت متسع لأن نتحدث فيما يهمنا نحن الاثنين، لأن نتحدث عما يجمعنا في هذا المكان. لماذا تنظر إلي بهذه الدهشة؟ ما هو الأمر الذي جئنا من أجله هنا؟ أنحن هنا من أجل أن نتحدث عن حبي لكاترينا والعجوز وديمتري، عن ظروف الحياة في الخارج، عن أحوال روسيا المتردية، عن الإمبراطور نابليون. أنحن هنا من أجل أن نتحدث في هذه الأمور؟ لا طبعا، ما أنت ذا تدرك بنفسك إذن ما يجمعنا هنا، هناك أناس آخرون يتناقشون في مثل هذه الشؤون، أما نحن فنحن الأغرار البسطاء، فنزيد أن نحل أولا المشاكل الأزلية الميتافيزيقا، ذلك هو همنا. إن جميع شباب روسيا يتناقشون الآن في المسائل السرمدية وينهمكون في هذا الآن بالذات، حين بدأ الشيوخ فجأة يدرسون المسائل العلمية. ما الذي كان يدفعك طوال هذه الأشهر الثلاثة إلى أن تنظر إلي نظرة فيها ذلك التعبير عن الانتظار؟ كنت تريد أن تسألني أأنا مؤمن أم ملحد؟ ذلك ما كان يتوي في أعماق نظرتك منذ ثلاثة أشهر، أليس هذا صحيحا يا أليكسي فيدروفيتش؟ أجاب أليوتشا مبتسما: جائز جدا، ولكنك في هذه الحالة لا تسخر مني يا أخي، أليس كذلك؟ أأنا أسخر منك؟ ألا إنني لا أحب أن أشجي قلبي لأخي الصغير الذي يبدو أنه انتظر مني أشياء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلاثة. أليوتشا انظر إلي جيدا، ألست أنا أيضا فتى صغيرا مثلك، مع فارق واحد هو أنني لست راهبا مبتدئا. كيف يتصرف اليوم شبابنا الروس أو بعضهم على الأقل؟ إنهم يلتقون في خمارة تفوح منها رائحة كريهة كهذه الخمارة ويجلسون إلى مائدة، لقد عاشوا دون أن يتعارفوا حتى الآن، وسيجهل بعضهم بعضا من خلال 40 عاما أخرى متى خرجوا من الخمارة. فما الذي يتناقشون فيه أثناء هذه اللحظات القصيرة التي تتيحها لهم مصادفة اللقاء في الحانة؟ يتناقشون في الكون وسر الكون حتما، هم يتساءلون هل الله موجود؟ هل هناك خلود؟ والذين أصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله يتناقشون في الاشتراكية والفوضوية وفي إعادة بناء الإنسانية على أسس جديدة، والفريقان كلاهما سواء، فالمشكلات التي يعالجوها هؤلاء هي مشكلات يعالجوها أولئك، ولكنهم يعالجونها من الجهة المعارضة. إن عددهم لا يحصى في بلادنا، هؤلاء الشبان الروس الذين يفيضون أصالة وطرافة، والذين أصبحوا الآن لا يجيدون أن يناقشوا إلا المسائل الصرمادية، ألست متفقا معي في هذا الرأي؟ أجاب أليوتشا أخاه وهو ينظر إليه نظرة مشفوعة بابتسامة رقيقة عذبة، كأنما ليشجعه على أن يفصح عن أعماق فكره مزيدا من الإفصاح. حتما إن المسائل المتصلة بوجود الله وخلود النفس، أو هذه المسائل التي تعالج من الجهة المعارضة كما قلت، هي في نظر الروس الحقيقيين
ذات خطورة حيوية، ومن الخير جدا أن تكون كذلك. اعلم يا أليوتشا أن ليس من الذكاء أبدا في بعض الأحيان أن تكون شخصا روسيا، واعلم على كل حال أن هذه الأمور التي تشغل بال الشبان في روسيا هي أغبى ما يمكن أن يتصوره الخيال من أمور، غير أن بين هؤلاء المراهقين الروس واحدا أحبه كثيرا هو أليوتشا. قال أليوتشا ضاحكا: هذه نتيجة بلغت في استخلاصها غاية اللطف. بماذا تريد أن تبدأ أو أن نبدأ؟ إنني أترك لك الخيار. هل تريد أن نتكلم عن الله وأن نتساءل أهو موجود أم لا؟ قل، ابدأ من حيث تريد أن تبدأ، ولو بمعالجة تلك المسائل التي وصفتها بأنها تعالج من الجهة المعارضة. ألم تؤكد أمس في منزل أبينا أن الله غير موجود؟ كذلك سأل أليوتشا أخاه وهو يحدق إليه متفرسا فيه: تعمدت أن أقول ذلك بالأمس لدى العجوز لأناكدك وأغيظك، ورأيت لهيبا ينبجس في عينيك، أما الآن فأنا أشعر بأنني على أتم الاستعداد لأن أناقش هذا الأمر معك، ولسوف أناقشه جادا لا هازلا. إنني أحب كثيرا أن أتفاهم معك يا أليوتشا، إنني ليس لي أصدقاء، إنني أحاول أن أقترب منك. قال إيفان ذلك ثم أضاف يسأل أخاه ضاحكا: هل تتصور أنني ربما سلمت أنا أيضا بوجود الله؟ هذا يدهشك، أليس كذلك؟ نعم طبعا، اللهم إلا أن تكون مازحا من جديد. مازحا؟ لقد أخذوا علي ذلك بالأمس عند شيخك، ولكنهم أخطأوا. اسمع يا عزيزي، إن عجوزا آثما عاش في القرن 18 قد قال إنه إذا كان الله غير موجود فيجب اختراعه. S'il n'existe pas Dieu, il faudrait l'inventer. والحق أن الإنسان قد اخترع الله، وليس أغرب ما في الأمر ولا أهمه أن الله موجود في الواقع، بل المدهش أن هذه الفكرة، فكرة ضرورة وجود الله، قد أمكن أن تنبعث في دماغ حيوان يبلغ ما يبلغه الإنسان من توحش وشر. ذلك أن هذه الفكرة فكرة مقدسة تؤثر في القلب، وهي في الواقع نفسه حكيمة عاقلة. الحق أن هذه الفكرة تشرف الإنسان، أما أنا فقد قررت منذ أمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذي خلق الإنسان أم الإنسان هو الذي خلق الله، فسأعفي نفسي إذن من فحص البديهيات التي يستند إليها شبابنا الروس في هذه الأيام، والتي يستمدونها في حقيقة الأمر كما هي في الافتراضات التي يفترضها الناس في البلاد الأوروبية الأخرى. ذلك أن ما هو الافتراض في نظر هؤلاء الأجانب سرعان ما يصبح بديهة في نظر مراهقينا، بل وفي نظر أساتذتنا الذين ليسوا أفضل من المراهقين سدادا في الرأي وصدقا في الحكم في كثير من الأحيان. فسأترك جانبا في جميع الافتراضات إذن، وأتساءل ما هي غايتنا الآن على وجه الدقة. أما أنا فإنما يهمني أن أشرح لك آرائي بأقصى سرعة ممكنة، يهمني أن أفهم أي إنسان أنا، ما هو إيماني وأين أضع أملي، أليس هذا بصحيح؟ لذلك سأقول لك فورا إنني أسلم بوجود الله فورا وبكل بساطة، ولكنني أحب أن تلاحظ ما يلي. إذا كان الله موجودا وإذا كان قد خلق الأرض فعلا، فهو إنما اتبع في هذا الخلق كما أصبحنا نعرف ذلك اليوم حق المعرفة قوانين هندسية إقليديس، ولم يهب العقل الإنساني إلا فكرة الأبعاد الثلاثية للمكان، ومع ذلك فقد وجد وما يزال يوجد في يومنا أناس من أشهر علماء الهندسة، وهم فلاسفة يشكون في أن يكون الوجود وأن يكون الخلق كله بوجه أعم مستندا إلى قوانين هندسية، وبالضبط هندسة إقليدس، حتى ليتجاسرون على الأمل بأن الخطين المستقيمين المتوازيين اللذين ترى الهندسة وهندسة إقليدس بالضبط أنهما لا يمكن أن يلتقيا على الأرض، يمكن في الواقع أن يتلاقيا في نقطة موجودة في اللانهاية. وقد قلت لنفسي يا عزيزي،
إذا كنت عاجزا عن فهم هذه الحقيقة، فكيف أستطيع أن أعرف شيئا عن الله؟ إنني أعترف في كثير من التواضع أنني لا أملك المواهب اللازمة للقطع برأيي في مسائل من هذا النوع، لأن عقلي إقليديسي قد خلق وقد خلق للأرض، ومن العبث الذي لا طائل تحته أن نشغل أنفسنا بأمور ليس من هذا العالم. وإنك لتحسن صنعا أنك نفسك يا أليوتشا لم تفكر في هذه الأمور، وإذا أنت لم تتساءل خاصة هل الله موجود أم هو غير موجود، هذه عناصر لا سبيل لعقلانتها إلى إدراكها، لأن عقلنا قد خلق لمعرفة مكان ليس له إلا ثلاثة أبعاد. ذلك هو السبب في أنني لست أسلم عن طيب خاطر بوجود الله وكفى، ولكنني أسلم أيضا بحكمته العليا وبغاياته، رغم أنه من المستحيل علينا أن ندرك هذه الغايات. إنني أؤمن بحكمة نظام الكون وبمغزى الحياة، وأؤمن بانسجام أبدي علينا أن ندوب فيه جميعا ذات يوم فيما يبدو. أؤمن بالكلمة التي يتجه إليها الكون، الكلمة التي هي الله، وهلم جر إلى غير نهاية. لقد قيل في هذا المجال كلام كثير مسرف في الكثرة، ولكنني على طريق الصواب. ألا ترى هذا الرأي؟ فاعلم إذن الآن ختاما لكل ما قلته، إنني لا أطيق العالم على نحو ما وعلى النحو الذي خلقه الله، ولا أستطيع الموافقة على قبوله رغم علمي بوجوده. لست أرفض الله، افهمني جيدا، وإنما أنا أرفض العالم الذي خلقه، ولا أستطيع الموافقة على قبوله. وها أنا دا أشرح لك ما أريد أن أقوله. إنني أؤمن إيمانا جازما كإيمان طفل بأن الله وبأن آلام هذا العالم ستخفف شيئا بعد شيء، وستزول آخر الأمر، وأن هذه المهزلة الحقيرة، مهزلة التناقضات الإنسانية، ستتبدد تبدد سراب باطل، تبدد شيء تافه اخترعه ذهن إنسان ضعيف وصغير، وستتبدد تبدد الذرة في ذهن إقليدس. أؤمن بأن حقيقة عليا ستنبثق أخيرا في خاتمة المطاف من هذه الحياة، حين يتأكد الانسجام الأبدي، فإذا هي تبلغ من السمو والنقاء أنها تهدئ جميع القلوب وتقطن في جميع أنواع الغضب، وتكفر عن جميع جرائم الإنسانية، وتفدي كل الدم الذي سفح على الأرض. وهذه الحقيقة لن يتيح العفو عنها جميع الأخطاء الإنسانية فحسب، كائنة ما كانت تلك الأخطاء، وإنما هي ستصوغها فوق ذلك لنسلم بهذا كله. ولكن حتى في هذه الحالة فإنني لن أقبل الأمر، ولن أريد أن أقبله، إلا فلتلتقي الخطوط المستقيمة المتوازية والأرى ذلك فأعترف بأنها التقت، ولكنني لن أقبل ذلك. تلك طبيعتي يا أليوتشا، وتلك أحاسيسي ووجهة نظري بالعالم. لقد حدثتك حديثا جادا كل الجد في هذه المرة، تعمدت أن أبدأ حديثنا على أغبى نحو ممكن، ولكنني قدته إلى حيث أبلغ إلى اعتراف كامل صادق، لأن ذلك وحده يهمك، ليس الحديث عن الله هو ما كنت تريد أن تسمعه مني، وإنما كنت تريد أن تعرف ما يدور في نفسي أخ تحبه. فها أنت عرفت. أنهى إيفان كلامه المطنب الطويل بفيض من عاطفة كان يبدو غير متوقع منه. سأل أليوتشا أخاه وهو ينظر إليه متأملا، قل لي، لماذا تعمدت أن تبدأ الحديث بيننا على أغبى نحو ممكن؟ فأجابه إيفان بقوله، أولا لأنني أحببت أن أجاري عادات الناس، فإن الأحاديث حول هذا الموضوع في روسيا غبية دائما، وثانيا لأن المرأة يكون أقرب إلى الحقيقة حين يكون غبيا. إن الغباء يمضي نحو الهدف رأسا، الغباء بساطة وإيجاز، أما الذكاء فمكر ومخاتلة. إن الفكر الذكي فاجر فاسد، أما الغباء فمستقيم شريف. لقد شرحت لك، وعلى قدر ما يكون الشرح غبيا
يكون الأمر أفضل في نظري. سأله أليوتشا مرة أخرى، أتقول لي لماذا ترفض قبول العالم؟ طبعا أقول لك هذا بسر، وأنا إنما بدأت هذه المناقشة لأصل منها إلى ذلك يا أخي الحبيب. لست أريد بحال من الأحوال أن أفسدك وأصرفك عن إيمانك أو أن أحولك عن اعتقاداتك، بالعكس قد أتمنى أنا نفسي أن أشفى بالاتصال بك. بهذا أجابه إيفان وهو يبتسم ابتسامة بريئة كمراهق خجول لم يره أليوتشا يبتسم هذه الابتسامة في يوم من الأيام.